صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبه كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع، بداية أسبوع جميل، أنا أعتبره حتى بداية الشهر، يعني أحس أنه أسبوع لطاف كان بداية الشهر شي في نص الأسبوع، يعني نعتبره بداية أسبوع، بداية شهر جديد، فإن شاء الله دائما نتفائل بالخير في البدايات، دائما بداية الأسبوع، بداية الشهر، دائما تفائلوا بالخير، قولوا إن شاء الله يكون أسبوع جميل أجمل من اللي قبله، يكون شهر أفضل من اللي قبله، فدائما نفكر بإيجابية، لأن التفكير الإيجابي مو بس يساعدنا نحقق اللي احنا نباه، لكن أيضا ينعكس إيجابيا على صحتنا وعلى نفسيتنا، فنكون دائما أكثر صحة وأكثر سعادة، وأكيد دامنا نقول صحة وسعادة، أكيد برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:06 تقريبا الى تقريبا الساعه 11، اذا انا معاكم اكيد بطول الساعه 11 لما المخرج يقول لي بس دكتوره خلص الوقت، فنطلع عليكم ونطرح فيها كافه المواضيع الصحيه اللي تهمكم، حديث الساحه في المجال الصحي، خدمه جديده وظيفه في هيئه الصحه بدبي، جهاز جديد، تقنيه جديده، علاج جديد او تحديث على اي من العلاجات الموجوده، واكيد يكون معنا ضيوف مهمين يناقشون معاكم كافه المواضيع الصحيه اللي تهمكم، ودائما هناك فقرة مثل ما تعودتوا فقرة الأخبار أو الدراسة، وبعدين يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا وفقرة التغذية المفضلة عند كل حد لنناقش فيها مواضيع غذائية جميلة. اليوم موضوعنا وايد حلو ويناسب بداية الأسبوع، اسمه لون غذائك، بمعنى يجب أن نأكل طعام ملون، يعني يكون مختلف الألوان، لأن كل لون في الأكل يعطينا فائدة معينة، فيتامين معين، معدن معين. والفقرة الأخيرة أتوقع الفقرة بعد يعني فقرة ساخنة، هي تغيرات الجوية والأمراض المصاحبة لها، كلنا نشوف ما شاء الله الغبار والجو، وتسمعون صوتي يمكن في صحة وسعادة، يعني أسبوعين وثلاثة أسابيع صوتي في على قولت أمي خنخن، يعني في شي صوت الزجمة هذا بسبب التغيرات الجوية والغبار اللي موجود، فتلاحظ ما شاء الله دائما اليهال والكبار عندهم كحة وزكام وسيلان في الأنف، ويعني أعراض مختلفة، فإن شاء الله بتكون معانا دكتورة وعد المفتول بتكلمنا عن هذا الموضوع. نبتدي أولا بالخبر المحلي، ما شاء الله اليوم الأخبار ترى ماشية مع بعض، قلت لكم فقط التغذية بتكون بعنوان لون غذائك، والخبر يقول الخضروات والفواكه وهي طبعا أساس الألوان في غذائنا تقلل فرط النشاط ونقص الانتباه. اقترحت دراسة أمريكية جديدة إمكانية تقليل أعراض اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه لدى الأطفال عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، وحللت الدراسة بيانات 134 طفلا يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تراوحت أعمارهم بين 6 سنوات و 12 سنة، ولم يكن أي منهم يتناول أدوية الخاصة بتقليل فرط النشاط، والذين يتناولون الأدوية يعني ضمن الدراسة جزء منهم ما كان يأخذون أدوية، والجزء الثاني كان يتناولون أدوية لكن توقفوا عن تناول الأدوية قبل أسبوعين على الأقل من بداية البحث. شو وجدت الدراسة هاي؟ وجدت الدراسة التي أجراها مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا أن زيادة تناول الفواكه والخضروات يمكن أن يحسن الانتباه لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. قال الباحثون أن بعض الأطعمة تزيد الأعراض بينما تساعد أطعمة أخرى على تقليلها، ويعد اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه أحد أكثر حالات النمو العصبي شيوعا في مرحلة الطفولة، يصيب حوالي 9% من الأطفال في الولايات المتحدة وحوالي 5% من الأطفال على مستوى العالم. ما شاء الله بس 5% زين، أنا أحس كلهم ما تقول عيالي عندهم فرط نشاط، بس لازم فرق بين فرط النشاط وبين الطفل العادي. وتتضمن الأعراض الإفراط في خلينا نركز يا أمهات، مو أي طفل الله يحفظه الشيطان ويحب يتنطط، ولما تقولون والله دكتورة عنده فرط نشاط، لاحظوا شو أعراض فرط النشاط: الإفراط في أحلام اليقظة، عدم القدرة على التركيز على المهام، يعني تعطينا مهمة ما يركز فيها أبدا، يعني يسوي نص المهمة ويهد الباقي، هذا شيء طبيعي عند الأطفال، يعني لا توقعوا يؤدي المهمة للأخير، لكن هو أصلا مو قادر يركز في المهمة، خسارة الأشياء، التململ، صعوبة اتباع التعليمات. بعد الأمهات إن ولدك
50 مرة قلتي له تكرم لا تفرج جوتيك بهالطريقة وما يسويها، مش معنى ما يتبع التعليمات هذا الطفل، لكن لو قلت له ماما حط تكرم جوتيك بهالطريقة هو ما يقدر، مش هو ما يبى، ما يقدر يتبع التعليمات، فلازم نفرق. وطبعا كثرة الكلام وأحداث الضوضاء وتحمل مخاطر غير ضرورية، أريد نركز يا أمهات. أنا ليش أقول هالكلام؟ لأن أنا كطبيبة أسرة يوني كثير أمهات يقولون ولدي عنده قلة فرط نشاط وقلة انتباه، لما تسألين تلاقي الطفل طفل طبيعي جدا جدا، يعني انه يكون الله يحفظه شوي حركي ويحب يلعب ويحب يتنطط ويحب يتشيطن ويحب يمارس بعض الاشياء اللي ممكن فيها بعض من المخاطر، هذا طبيعي. لكن الطفل اللي عنده فرط نشاط عنده قدرة انه يسوي اشياء خطرة بشكل متكرر وخطرة بشكل كبير، يعني مثلا ينط مثلا من مسافة من مرتفع كبير، يلعب بالنار بطريقة متكررة، يعني يكون أكثر من الطفل العادي. وتساعد استراتيجيات التأقلم، هذا نكمل الدراسة، مع تناول بعض الأدوية على إدارة الحال، لكن نظرا للآثار الجانبية للأدوية طبعا دائما توصي النصائح الطبية باتباع المزيد من طرق تخفيف الأعراض لتناول الخضروات. أنا أدري كثير من الأمهات وأنا عيال منهم ما يحبون ياكلون الخضروات، في ما شاء الله اطفال يطلعون في السوشيال ميديا تلاقون ياكلون بروكلي، والله انا اشد على ايادي هالامهات، الطفل تلاقون يستمتع باكل البروكلي، هذا وايد زين، خصوصا البروكلي شوي خضره تعتبر صعبه يعني حتى الكبار. لكن انا عن نفسي تعودت ان انا اخش الخضروات حق عيالي داخل الشوربات، يعني شوربه العدس احنا شيء اساسي عندنا في البيت، فيها كميه خضره كبيره نحط، انا احط فيها جزر، كوسه، بطاطا، بصل، طماطم، فيكون فيها وايد خضره، بس انها تكون مفرومه ان شاء الله، يعني يحصلون على الاقل جزء من الفائده الغذائيه، لان صراحه الاطفال مع الخضروات احس لازم نبتدي يعني نعودهم من سن جدا جدا صغير على انه يتناولون خضروات وفواكه عشان يكون ضمن نظامهم الغذائي. ما راح اتاخر على اسماء ان شاء الله، اذا اسماء جاهزه راح ناخذ فقره السوشيال ميديا. صباح الورد يا اسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله يا اسماء، وخبرينا ما هو جديد السوشيال ميديا. من النشرات اللي كنا حاطينها وهي كانت بناء على الاستفسارات الكثيرة اللي كانت وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، تعرفين دكتورة مع الأخبار اللي قاعد تظهر عن جدر القردة، هناك الكثير من الاستفسارات، ومن ضمن الاستفسارات اللي وصلتنا هي شو الفرق بين جدر القردة وجدري الماء سوري. فمن ضمن النشرة اللي كنا حاطينها وتقريبا آخر نشرة كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي الفرق بينهم من ناحية نوع الفيروس، من ناحية الحمى، متى تظهر الحمى بين يعني مثل الفيروس الأول القردة أو الجدر الماي، ظهور الطفح الجلدي، متى يطلع الطفح الجلدي، بين الفرق بين يعني الفرق بينهم، انتشار الطفح الجلدي على الجسم، شو هل فيها تضخم للغدد الليمفاوية أو ما فيها تضخم، أيضا فترة حضانة المرض وفترة المرض، وأيضا طريقة انتقال الفيروس والعدوى. تقريبا هاي النشرة موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، وهناك يعني كانت يعني استجابة على الأسئلة وصلتنا. نحن نحب نأكد إنه يعني اللي عندهم أسئلة خاصة بهذا الفيروس ممكن يكتبون لنا أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي أو يردون على هذه النشرة من خلال الردود، ونحن هالردود كلها راح أو استفساراتهم كلها راح ناخذها ونحولها إلى الأطباء أو المعنيين في الصحة العامة عشان يوفرون لنا الأجوبة الخاصة فيها. ونحن كل هالأجوبة راح نحطها إن شاء الله في قنوات التواصل الاجتماعي بعد حصولنا على الأجوبة. فنأكد أيضا قبل ما نختم على قنوات هيئة الصحة بدبي، القنوات هي إنستغرام وتويتر DHA_Dubai، أما فيسبوك هو دبي هيلث أثوريتي، ونحن أغلب النشرات نحطها في هالقنوات، أما القنوات الثانية نحط نشرات بشكل يعني أو آخر، لكن بشكل يومي نحطها في هالثلاث قنوات الرئيسية. وإذا عندهم أي استفسارات يكتبونا في النشرة الأخيرة اللي موجودة، ونحن كل الأسئلة هاي مثل ما قلنا راح نحولها للمختصين في الصحة العامة وراح يوفرون الأجوبة، وراح نحطها كنشرات في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لهم الصحة والسعادة. شكرا لك يا اسماء حبيبتي، وعساك دوم ان شاء الله بصحه وسعاده. شكرا، نهارك سعيد. مثل ما كانت تقول اسماء بخصوص الاسئله اللي تكرر عندكم، جدر القرده او اي موضوع ثاني ممكن تتواصلوا مع الهيئه عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي. قبل نطلع الفاصل
بذكر الأمهات بموضوع فقرتنا الأخيرة اليوم، ألا وهو التغيرات الجوية وتأثيرها على الصحة. أنا أدري وايد أمهات يعنيهم هالموضوع، فاليوم موضوعنا عن هذا الموضوع الساخن، خلينا نقول ما شاء الله كل الأمهات يرمسون فيه في جروبات الواتساب في المدارس، دائما نتكلم عن تغيرات الجو والأعراض المصاحبة لها. راح أروح إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل لا تنسون فقرة التغذية المفضلة عند الجميع بتكون عن لون غذائك. تواصلوا معنا عبر أرقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. فاصل ونواصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. فقرة التغذية اليوم مثل ما قلنا عن لون غذائك، تشكل الأطعمة طبعا مصدر الغذاء والطاقة اللازمين لتعزيز صحة الجسم وحيويته، ولكل لون غذاء خصائص وفوائد مختلفة لأعضاء الجسم. في فقرة التغذية اليوم أعزائي المستمعين بنتكلم عن ألوان الأطعمة وفائدة كل لون منها، وحتى أذكر في دراسات تقول عشان تقلل كمية الأكل تتناولها احرص أن يكون أكلك أصلا ملون، يعني مثلا صحن السلطة يكون في كذا نوع من الخضرة ملونة، الفلفل ملون بألوانه والخس والفجل. الفجل ترى خضرة أحسها مظلومة ولكن خضرة جدا لذيذة ترى الفجل، وغني جدا بالعناصر الغذائية، بس ما يعني فيها أعتقد فيتامين سي وايد حلو في السلطة، وغير شي يعطي لون. فراح أتكلم من الأستاذة رانيا قباني اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي عن فقرة عن لون غذائك، كيف نلون غذائنا. صباح الورد أستاذة رانيا. صباح النور، يا أهلا، كيف صحتك ميرا؟ معاك الدكتورة ندى، حياك الله في صحة وسعادة. أهلا دكتورة. أهلين دكتورة، أهلين، كيف صحتك؟ شاء الله أمورك تمام؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. الحمد لله. نتكلم عن موضوع جدا جميل وقريب إلى قلبي بما أنه وايد أحب السلطات، أنه عن أهمية تنوع ألوان الطعام بشكل عام عشان تكون صحتنا أفضل. مظبوط. بصراحة الخضروات والفواكه يعني بشكل عام تتميز بألوان مختلفة جدا، غالبا نحن بنستخدمها لتزيين مثلا الطبق، أوقات الأشخاص بيستخدموها لتزيين السفرة، بس في كثير منا ما بيعرف أنه كل لون في له خصائص معينة، في كل لون فيه مواد معينة بتفيدنا وبتفيد صحتنا بطريقة مختلفة. لازم نذكر أنه هاي الألوان تعتبر مركبات نباتية وبنفس الوقت تعتبر مغذيات نباتية، يعني هاي الألوان في إلها خصائص تعتبر نحن بنسميها فايتوكيميكلز، اللي هي مثلا مثل مضادات الأكسدة، تقينا من كثير من أمراض مزمنة مثل السمنة، مثل أمراض القلب، حتى العديد من أنواع أمراض السرطانات. فمن المهم جدا نعرف أهمية تلوين طعامنا. صحيح. لو نتكلم عن الفوائد الصحية والقيمة الغذائية، يعني أحس أن أكثر الأطعمة الملونة اللي احنا نشوفها هي تكون فيها لون أحمر أصفر وأخضر، شو القيمة الغذائية لهذه الأطعمة؟ صحيح. هلأ نحن بشكل عام نرمز عن تلوين الطعام، فينا نصنفهم تقريبا مثل قوز القزح، خلينا نقول في عنا الأحمر، في عنا البرتقالي والأصفر، في عنا الأزرق والأرجواني، وفي عنا الأبيض والبني كمان. خلينا ناخذ لون لون، تمام؟ فممكن نبلش مثلا باللون الأحمر. اللون الأحمر يحتوي على مادة اسمها اللايكوبين، هي المادة تحمينا من تحديدا، يعني بعض الدراسات أثبتت تحمي تحديدا من سرطان البروستات وأمراض القلب والرئتين. هذا الأحمر طبعا اللون الأحمر موجود بالفراولة، الطماطم، الكرز، البصل الأحمر، الفلفل الأحمر، والعديد من الخضروات والفواكه الأخرى. هلا بس بدي نوه على شغله، لما نحكي بالالوان الطعام فنحن اكيد عم نقصد الالوان الطبيعيه مش المصنعه، الالوان اللي موجوده بشكل طبيعي في الخضروات والفواكه. فهي بالنسبه للون الاحمر. اللون البرتقالي او الاصفر طبعا مثل ما بنعرف ممكن نلاقيه بالجزر، ممكن نلاقيه بالبطيخ، المشمش، والعديد او حتى الموز والعديد من الخضروات والفواكه. البرتقالي، اللون البرتقالي والاصفر كمان بيساعدنا على بيساعد خلايا الجسم ويدعمها على الاتصال، مما يؤدي لمنع أمراض القلب. اللون الأزرق والأرجواني يقلل كمان من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وأمراض السكر. طبعا اللون الأرجواني نحن بنشوفه بالبيتلجان، بنشوفه بالعنب، بنشوفه بالملفوف البنفسجي، التوت البري،
في كثير من الاشخاص للاسف الباذنجان بيقشروه بيشيلوا القشر تبعه صحيح. فنحن لما عم نشيل القشر تبعه عم نفقد العديد من خصائصه الغذائيه. فانا من هون بنصح انه غالبا الفواكه والخضار اللي ملونه تحديدا نخلي القشر تبعيتها، نحاول نستفيد من القيمه الغذائيه تبعيتها قدر الامكان. ممتاز. في عنا اللون الاخضر كذلك. طبعا في عنا كثير خضروات وفواكه فيها لون اخضر، في عنا البروكلي، الكرافس، السبانخ والى اخره. حتى في عنا الشاي الاخضر يعتبر من نفس الفصيله تبعيت اللون الاخضر. اللون الاخضر يحتوي على مضادات اكسده كثير كبيره. طبعا احنا كلياتنا بنعرف مضادات الاكسده قديش مهمه لمنع الامراض، من ضمنها طبعا العديد من السرطانات وامراض القلب وامراض السكر، نحن بنسميها امراض مزمنه بشكل عام. في عندنا اللون الابيض والبني، اكثر شيء بنلاقيه بالبصل والثوم. في كثير اشخاص عندهم فكره انه الثوم قديش هو مفيد وصحي لزياده المناعه، وهذا بيرجع لنتيجة أنه هو فيه اللون الأبيض، أو مثل مثلا البصل، مثل الفطر والأرنبيط، هي كلها تندرج تحت قائمة اللون الأبيض واللون البني. وتمتلك خصائص محددة مضادة للورم، للأورام السرطانية، يعني تؤدي على تقليل الورم. مو نحن ما عدنا بس بمرحلة الوقاية، نحن صرنا بمرحلة المعالجة كمان من الأمراض السرطانية. فمن المهم جدا نكون حريصين على نشوف نحن عم ناخد كفايتنا من جميع الألوان في يومنا ولا لا. ممتاز. كيف إحنا مشكلة الأطفال طبعا معظم الألوان تكون موجودة في الخضروات، فكيف ممكن نغري الطفل أنه هو يتناول الخضروات والأطعمة الملونة، وكيف نفتح شهيتهم عشان يأكلوا هالأكلات المفيدة؟ صحيح. هلأ من الأول خطوة فينا نعملها أنه نبدأ مع الأطفال بعمر مبكر، من عمر 6 شهور نبدأ ندخلهم خضروات وفواكه منوعة أكثر. يعني كثير منا أو كثير من الأمهات بيركزوا كثير على التفاح، الموز، الأشياء المتعارف عليها، البرتقال. من المهم انه ننوع لهم فيها. يوم مثلا نحن اذا بدايه كاول مره بجرب مثلا نوع الخضار، دائما بنقول كل خضار او كل نوع جديد يعطوه مثلا 3 ايام بكميه بسيطه لحتى نشوف موضوع الحساسيه، ان شاء الله مشان ما يكون في حساسيه من اتجاه اي نوع من انواع الاطعمه. بس من المهم جدا انه نبدا مع الاطفال بسن مبكر لحتى يستسيغوا صحه، لحتى يستسيغوا هي الاطعمه. لما يكبروا يكون بيعرفوا هذا الشكل، مثلا البروكلي كيف طعمته. لما نبلش بسن متأخر ممكن الأطفال ما يحبوا يجربوا شيء جديد، يكون عندهم رهبة من أنه يجربوا طعم جديدة. فمن المهم أنه نجرب بسن مبكر هي الأطعمة وننوع فيها، نجرب خضروات جديدة، نجرب طرق جديدة لطهي هاي الخضروات، نجرب فواكه جديدة، مرة فواكه مثلا آسيوية، مرة فواكه المتعارف عليها هون، نحاول قدر الإمكان ننوع بهاي الألوان. من المهم جدا كمان للأطفال اللي هن الأكبر اللي بيروحوا على المدرسة يكون اللانش بوكس ملون. مجرد ما الطفل يفتح اللانش بوكس تبعه ويلاقي مثلا شوية فراولة، توت بري، عنب أخضر، ممكن جزر مقطع، ممكن شيري توميتو أو الطماطم الصغيرة، فهو حتوف ألوان. بشكل عام الأطفال بينجذبوا للألوان هاي. ممكن نصفها بطريقة مثل القوس قزح، نعملها بطريقة مثلا عيدان خشب، نرتب له إياهم بطريقة حلوة جميلة. هذا الشيء بالعكس بيشجع الطفل أنه يجرب هاي الأشياء، بيجذبوا الألوان. بدل ما نعمل الساندويتش على المدرسة مثلا توست وجبن، لا نحط فيها خيار، نحط فيها خس، نحط فيها مثلا مرة ملفوف أحمر ناعم. نحاول قدر الإمكان نشبع اللانش بوكس تبع الطفل، نحاول دائما نطلع أفكار جديدة. مثل ما قلت مثلا حطينا عنب أخضر اليوم، ممكن بكرة نحط عنب بنفسجي، لأنه مثل ما شرحت الألوان تختلف تماما من ناحية الفائدة. يوم حطينا تفاح، بكرة نحط توت، اللي بعده فراولة. قدر الإمكان نحاول ننوع بغذاء الطفل. حتى لما يجي على البيت عملنا سلطة، مجرد نحن أضفنا شوية ألوان للسلطة، يعني ممكن مكون واحد زيادة يشجع الطفل أنه يأكل هاي السلطة مثلا. أو حتى إذا مثلا بدنا نعمل باستا،
بلا نخليها بس معكرونة مثلا ودجاج، أو بس معكرونة ولحم، نحاول نحط فيها خضروات قد ما فينا، الفلفل الرومي ملون بجميع الألوان، نحط فلفل أحمر أخضر أصفر برتقالي، نحاول نحط جميع الألوان، نحط معاها فطر قدر الإمكان تكون الغذاء مشبع بالألوان. ممتاز. في رسالة أخيرة حابة توجهينها أستاذة رانيا للأمهات اللي يتابعونا اليوم بخصوص موضوع حلقتنا لون غذائك. هلا من المهم جدا انه نعرف هل انا اليوم اكلت بشكل كافي من مضادات الاكسده والفايتوكيميكلز يلي راح تقيني بالمستقبل ان شاء الله من الامراض. فيني اعرف بطريقه سهله جدا انه انا مثلا من كل لون من الالوان اللي ذكرتها لازم اكل صنفين في اليوم. على سبيل المثال اللون البرتقالي، كيف ممكن أنا أتأكد أنه أنا اليوم أخذت كفايتي من اللون البرتقالي؟ أحاول مثلا أعمل وجبة خفيفة بين الغداء والعشاء ممكن يكون فيها جزر، هاي أعتبرها هاي أول صنف. الصنف الثاني ممكن، إحنا حكينا البرتقالي والأصفر نفس الشيء، نفس الفايتوكيميكلز موجودة فيها. فشو ما أعمل أنا للسلطة اليوم، مثلا أنا كل يوم بعمل سلطة فيها خس وخيار وبندورة، أنا اليوم بدي أحط فيها ذرة مثلا، بدي أبشر فيها مثلا الجزر، بدي أكل كوجبة خفيفة بطيخ. فبهالناحية بهالطريقة أنا قدرت أتأكد أنه أنا اليوم أخذت كفايتي من اللون البرتقالي. وهكذا الغداء مثلا بعمل أكلة فيها باذنجان مشان أخذ اللون الأرجواني، بعمل السناك تبعي يكون توت بري، الصبح إذا حطيت مثلا شوفان، بحاول قدر الإمكان يكون الصحن تبعي ملون، بحط مثلا فراولة، بحط توت بري، برجع مثلا تونة سلد في الليل، بعمل تونة بحط معاها مثلا فلفل أخضر فلفل أحمر فلفل أصفر، بحط معاها شوية بصل، بحط معاها ممكن مثلا ملفوف بنفسجي ملفوف أخضر. بتغييرات بسيطة بيومي، بس نركز شوي أكثر على الغذاء اللي عم ناكله، فينا نضمن أنه نحن عم ناخد احتياجاتنا من جميع مضادات الأكسدة. ونحن عم نشتري الخضروات والفواكه، بعد ما نخلص نتطلع على عربة التسوق، هل أنا عربة التسوق تبعيتي مليئة بالألوان أم لا؟ لما اشتري فواكه نحاول ننوع قدر الإمكان، ما نركز على صنف واحد ناكله يوميا. في كتير أشخاص ممكن يركز مثلا بس على الموز لأنه سهل ويتاخد وسهل، بس كمان الفراولة سهلة، كمان العنب سهل، كمان التوت البري سهل. فنحن قدر الإمكان بدنا نحاول نركز أكثر لما نشتري الأغراض، ونركز أكثر بعربة التسوق لما نشوفها. أنا شاكرة لك أستاذة رانيا قباني اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بتبين مداخلتك معنا اليوم بخصوص لون غذائك. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا كثير دكتورة، نهارك سعيد. شكرا لك سعيد. أهلا. فمثل ما قالت أستاذة رانيا عن موضوع أن لازم نلون غذاء عيالنا، ولازم تدي معاهم بإدخال الفواكه والخضروات الملونة عشان يكونون بصحة أفضل. فإن شاء الله جاوبنا على بعض استفسارات الأمهات، ويعني خذوا الأمهات فكرة عن طريقة إدخال الخضروات والفواكه الملونة في أكل عيالهم عشان يستفيدون من كافة الفيتامينات والمعادن. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل فقرة التغيرات الجوية والأمراض المصاحبة لها مع الدكتورة وعد المفتول، فابقوا وارتدبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006. طبعا تأثر التغيرات الجوية والتقلبات الطقس المختلفة على الصحة العامة والفرد، ونشوف ما شاء الله كلنا التغيرات الجوية استوت علينا وعلى عيالنا. يصاحبها طبعا العديد من الأمراض التي يمكن تفاديها من خلال نمط الحياة الصحي واتباع طرق الوقاية الصحية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة وعد محمد المفتول، استشاري بهيئة الصحة بدبي. صباح الورد دكتورة وعد. صباح النور حبيبتي دكتورة ندى، يعطيك العافية وشكرا على هالاستضافة.
حياك الله في صحة وسعادة دكتورة. طبعا موضوع الله يخليك. انت اخترتي اليوم موضوع جدا مهم، وخلينا نقول هو حديث الساحة الحين للأمهات، يعني موضوع ان تغيرات الجو والكحلة ما تروح والزكام وايد طول وغيره. بس اتكلم اول شيء، شو هي التغيرات المناخية اللي تؤثر على صحة الفرد؟ دكتور هندسة، مثل ما تعرفين هناك العديد من التغيرات المناخية التي تأثر على صحة الفرد وتسبب الأمراض، مثل الغبار اللي جاي يعني من فترة، الهواء بزيادة، حرارة الجو الشديدة، ارتفاع حرارة الجو، البرودة، الأمطار، جفاف الجو، هاي كلها تهيج بعض الأمراض أو قد تسبب أمراض. في بعض الناس يعانون من الربو، من أمراض معينة يعني، فتزيد عندها هالحالات خلال هالفترة تتهيئت عندها. صحيح. دكتورة وعد، شو الأمراض، خلينا نتكلم بشكل عام عن الأمراض اللي تشوفونها والمصاحبة لتغيرات الطقس، وكيف تعالجون هذه الأمراض الأكثر شيوعاً اللي تتردد على العيادات؟ أول شيء، هناك العديد من الأمراض اللي تكون بسبب التغيرات الجوية. أنا بتحدث عن بعضها، مثلاً النزلات المئوية بسبب تغير الجو، ارتفاع حرارة الجو والرطوبة، الغبار، انتشار الفيروسات في الحر، يسبب لنا هذا نزلات معوية. صحيح. نزلات معوية يكون في ألم في البطن، مقص، إسهال، قيء، تعب، الحالة يعني تتراوح بين يوم يومين إلى عدة أيام على حسب شدة الحالة. من هالأسباب إنه شو ليش يسوء في الصيف وفي الجو هذا، لأن ساعات بعض الناس يخلون الأكل برا، الأكل يتم مثلا الخضروات والفواكه في الحرارة في الجو، ما يحفظون على طول في الثلاجة، لازم الفواكه والخضروات تنقفل، بعض الفيروسات تنتشر أحيانا في فصل الصيف، فهالأشياء كلها تسبب لنا النزلات المعوية. في هالحالة لازم الواحد على طول ننتبه من هالأمور كعلاج. أول شيء نبتعد عن المسببات على طول، أول شيء مثل ما قلنا هالخضروات والفواكه تنقفل ونحطها في الثلاجة على طول، البان، اللحوم، شرب الماء زيادة، استشارة الطبيب في حالة كان في إسهال، قيء، لازم يزورون العيادة أو استشارة الطبيب عن طريق برنامج طبيبك المواطن، تجنب الأكل اللي مو مطبوخ، هالأشياء كلها تخفف من النزلات المعوية. من الأمراض الثانية اللي تسوء بعد أو اللي تزيد مع الغبار، الربو. طبعاً إحنا عندنا هني وايد ناس تعاني من الربو. له عدة أسباب، ومن أحد هذه الأسباب تغيرات في الطقس مثل الغبار، الهواء البارد، يعني الواحد يكون بعد هو حار برا بعدين يدخل المكيف، هالأشياء كلها يهيج الربو. الطلع بعد الربو مثل ما نعرفه التهاب مزمن يصيب مجرى التنفس، فيسبب ضيق في مجرى التنفس وزيادة إفراز المخاط، فهي شيء أعراضه عشان الأهل والناس تكون عارفة. اشتعال، ضيق في النفس، صفيط، ألم في الصدر، الواحد يوم بحس بهالأعراض لازم يستشير طبيب، وإذا كان المريض أوردي من قبل مصاب بالربو لازم إنه ياخذ أدويته بانتظام ويتجنب يطلع في هالجو. من الأدوية اللي الواحد يستخدمها للربو يستخدمون البخاخات اللي هي توسع الشعب الهوائية، أدوية الحساسية، الواحد يعني يلتزم بأدويته اللي يستخدمها. هناك أمراض ثانية بعد تستوي مثل الحساسية. هناك أنواع مختلفة من الحساسية مثل حساسية الأنف اللي هي الألرجيك راينايتس، حساسية الجلد، أنا بتكلم عنها واحد واحد. حساسية الأنف مثل يستوي المريض عندي يستوي له عطس، يستوي لهم سيلان في الأنف أو انسداد في الأنف، حكة على الأنف أو تعرفين أعلى الحلق، في ناس صاحبة كحة بعد، يحدث نتيجة تعرض للغبار. شفت الفترة اللي طافت يعني هالغبار وايد كذي، وايد ناس زادت عندهم الحساسية وزاد عندهم الربو. بعد إن مثلا الواحد حر وبرد يطلع يكون في الجو الحار، يتعرض صحيح. للشمس أو يدخل مكيف، الواحد اللي عنده حساسية يقدر يستخدم بخاخ المنظف للأنف اللي هو الماي وملح اللي هو نورمال سلاين نسميه. إذا الحساسية زيادة يقدر يستخدم أدوية الحساسية، طبعا يقدر يستشير الطبيب.
من الأشياء الثانية تستوي بعد الحساسيات الثانية الطفح الجلدي، تطلع من التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة في ناس تطلع لهم محبوبة في جسمهم تكون فيها حتة بسبب انسداد قنوات العرق، فتكون محبوب وحتى الواحد يتجنب هذا إنه ما يتم في الشمس فترة طويلة، يقصد ماي بارد المكان، يلبس ملابس وطنية، يعني بحس إن طلعت لهاي الحبوب يصير زي يكون في مكان بارد، يصير مكان حار يصير مكان بارد. مثل ما تعرفين بعد الإكزيما تتهيج، هي نوع من أنواع الحساسية اللي في الجلد، وهي بعد تتهيج مع تغير الجو طبعا. الإكزيما هي جفاف واحمرار في الجلد مع حكة شديدة، وقد تحدث نتيجة مثلا ارتفاع درجات الحرارة برا أو انخفاض، يعني أحيانا ساعات ناس تزيد الإكزيما تكون في مكان بارد زيادة، يعني لها عوامل مختلفة يعني، بس أحد العوامل تغير الجو هذا، ويختلف طبعا شدتها قوتها من شخص لآخر. علاج الإكزيما استخدام المرطبات، دائما الواحد يرطب جسمه، نبتعد عن الصابون والشاور جل اللي يكون عطري، ياخذ مثل الواحد ياخذ اللي يكون مثل الاويل بيل، يعني هالاشياء تساعد يعني تخفف للحكة. اذا كانت الحكة شديده يقدر يستخدم كريم كورتيزون بعد، وحبوب انتي هيستامين طبعا بعد استشاره الطبيب. من الامراض يعني الاشياء اللي تستوي بعد في فصل الصيف عندنا حساسيه العين، كثرة التعرض من الحرارة وحرارة الجو يسوي جفاف في العين، فتكون الدم تحج تكون حمراء تحمر، فهي نقدر نستخدم مرطبات العين. بعد في بعض مثلا الرمد يزيد في فترة فصل الصيف ومع الغبار والحرارة يزيد الرمد، الرمد أعراضه أن يكون في احمرار حتى شديدة في العين مع إفراز دموع وإفرازات من العين. هي الواحد طبعا اللي يصير الرمد يجب مراجعه الطبيب واستخدام الادويه اللي الطبيب ينصحها فيها. يقدر يستخدم بعد معقمات اللي هو الماي وملح يطهر فيها العين. بعد من الاشياء اللي تستوي في فتره الصيف، الواحد يمكن يقل شرب الماء مع حراره الجو، يستوي له صداع، يزيد الصداع مع الحرارة، وكيف الواحد يحاول يشرب ماء زيادة، ونذكر بعد مشرب الماء نتجنب التعرض مباشرة لأشعة الشمس، يعني الواحد شوي ينتبه لنفسه. وبعد من الأشياء اللي تستوي بعد بسبب حرارة الجو الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، هي الجسم يفقد سوائل مع حرارة الشمس، فتستوي أعراض مثل الصداع، ارتفاع الحرارة، العياء، الدوخة. من الناس اللي تتعرض لهذا الحراري يمكن العمال اللي دائما موجودين برا، صحيح، ساعة الأطفال بعد يلعبون برا أو شيء، زي واحد ما يتم يعني يستوي لهم، كبار السن بعد يتعرضون لهالموضوع، فالواحد لازم يشرب ماي زيادة، الماي وايد مهم. إذا شفنا شخص عنده إجهاد حراري نساعده طبعا، ينقلونه من مكان لمكان فيه ظلة، يبطلون ملابس الزيادة اللي عليه، يحطوا له كمادات ماي باردة، لحين ينقلونه للمستشفى إذا كانت حالته تعبانة، يشربونه طبعا ماي، إذا كانت حالته تعبانة ينقلونه للمستشفى. هاي بعض الأشياء أو بعض الأمراض اللي تسببها تقلبات الجوية. ممتاز. دكتورة وعد، ليش بعض الناس يكونون متأثرين أكثر بتقلبات الطقس من غيرهم؟ هل هو عشان جيناتهم أو عشان نمط حياتهم؟ يعني على السريع نعرج على هالموضوع. مثل ما قلتي دكتورة ندى، العامل الوراثي له يعني دور وايد مهم، لأن مثل ما تعرفين الربو والإكزيما الجيوب، في وايد ناس يكون عندهم أشياء وراثية، يعني الأشياء موجودة عندهم. صحيح. فإن هذين يكون أكثر عرضة إن يصير لهم يعني يتأثرون بسرعة مع تغير الجو، فهذين لازم يتحملون زيادة من نفسهم.
وبعد في أشياء، في ناس يكونون عندهم أمراض مناعية تكون مناعتهم أقل، فهذين بعد أكثر أرضى من الناس اللي مناعتهم طبيعية، واللي يكونون الأدوية اللي تكون الناس اللي تستخدم أدوية مثبطة للمناعة، هذا بعد جدا مهم إن يتحملون من نفسهم، لأن تغير الجو أو هل يعني التغير في الجو كل يأثر فيهم، فلازم يحمون حيطة والحذر، يعني مثل ما قلنا العامل الوراثي والأمراض المناعية واستخدام الأدوية، هذه أشياء تأثر إن بعض الناس يتعرضون وإن يتأثرون زيادة أكثر من الناس الثانيين. ممتاز. في نصيحة أخيرة حابة توجهينها دكتورة وعد لأفراد المجتمع عشان يحافظوا على صحتهم، بما بعدها نحس بعد التقلبات الجوية بعدها موجودة، فشو نعطي للناس نصيحة؟ أول شيء الواحد لازم يتجنب الخروج، أنا بقول لك النصيحة والوقاية كيف الواحد إنه يتجنب الخروج في هذا الجو، في الغبار، في الحرارة الشديدة. الناس اللي مثلا هم يعرفون انهم مرضى ربو لازم ياخذون ادويتهم بانتظام، خلاص انا عارف ان انا هالجو اثر فيه اتجنب اطلع فيه، صحيح اتحمل من نفسي، اخذ ادويتي بانتظام، اشيك ادويتي، اذا انا مثلا اعرف ان هالفتره انا يزيد عندي الحساسيه او يزيد عندي الربو اكون متاكده ان ادويتي عندي او استشير طبيبي. لازم انتبه لهالاشياء، مثلا اقدر استخدم منقيات الجو، منقيات الجو الحين بعد استشارة الطبيب وايد سهلة، خاصة مع توفر طبيب في المواطن في بعض الحالات الجنس تستشيرين بدون ما تروحين حتى العيادة يعني، وطبعا إذا الموضوع يحتاج روحة عيادة الطبيب اللي في البرنامج يقدر يوجهك للعيادة. هاي الأشياء يعني مثل أدوية الناس لأصحاب أمراض مزمنة يلتزمون بأدويتهم، بعد كثر شرب الماء، الماء وايد مهم ان الواحد يشربه خاصة في فصل الصيف، الواحد احنا دائما ننسى، لازم نحاول نذكر نفسنا نشرب ماء، مثل ما قلنا الخضروات والفواكه لازم نقسلها ونحطيها على طول في الثلاجة، ما نخليها برا فترة طويلة، الألبان اللي يسوي له حساسية في عينه لازم دائما يلبس نظارة شمسية، اللي تسويهم أكزيما ولا حساسية في جسمهم دائما يحطوا بعد سان بلوك يحمي الجلد، هالأشياء الواحد لازم ينتبه فيها. ممتاز، أنا شاكرة لدكتورة وعد المفتول طبيب استشاري بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص التغيرات الجوية والأمراض المصاحبة لها، شكرا لك ونهارك سعيد. دكتورة ويعطيك العافية. الله يعافيك. أتوقع الدكتورة وعد جاوبت على وايد من الأسئلة عن الأمراض المتكررة اللي تحصل سواء للكبار أو للصغار مع وجود التغيرات الجوية، وترى فترة التغيرات الجوية فترة مؤقتة لما يتحول الصيف من يتحول عفوا الجو من شتاء للصيف والعكس، فتلاقون تنتشر نوع أنواع معينة من الأمراض والفيروسات، لكن الواحد يقي نفسه قدر الإمكان، وإذا ما قدرنا يعني إذا صابتنا أحد من الأمراض يعني مثل يقول نهتم بصحتنا عشان ما يتطور الأمر والمرض، مثل ما تشوفون معظم الأمراض المصاحبة لتغيرات الجو هي أشياء بسيطة، أعراض بسيطة ممكن ان احنا يعني تفتره بسيطه عندنا وتروح الاعراض، لكن مع الاهتمام بالتغذيه الصحيحه، وانا اشجع الكل في حال وجود اي من هذه الاعراض انكم تحجزون موعد طبيب لكل مواطن وخدمه التطبيب عن بعد. الحصول على الخدمه جدا جدا سهل، كل اللي عليكم تنزلون اولا تطبيق هيئه الصحه بدبي، وقبل تنزلون التطبيق تاكدوا ان رقم التليفون او رقم الموبايل اللي مربوط برقم البطاقه الصحيه يكون محدث. وايد من الناس رقم البطاقه الصحيه عندهم مربوط برقم تليفون قديم يكون مقطوع او يكون ما يستخدمونه او مفروض عند السواق او مفروض عند احد عيال العائله معطينهم التليفون والرقم، لازم يكون رقم التليفون المربوط برقم بطاقتك الصحيه يكون محدث عشان توصلك عليه المسجات. ف
فتتأكد من هذا بطريقة جدا بسيطة عن طريق مركز الاتصال أو تروح للمركز الصحي القريب عليك. خلاص أمورك تمام، رقمك الصحي مربوط برقم هاتف تستخدمه أنت حاليا، تنزل تطبيق هيئة الصحة بدبي وتسجل فيه حالة أي تطبيق ثاني، خطوات معينة تمشي عليها. طبعا بيوصلكم هذا الـ OTP أو الباسورد اللي من 4 أو 3 أرقام بشكل متكرر، لأن السيكوريتي أو الأمان جدا عالي في تطبيق هيئة الصحة بدبي، لأن مثل ما تعرفون معلوماتكم الصحية عشان ما حد يهكر عليه ويسرق معلوماتكم الصحية، وصدقوني معلومات الصحية في هالزمن تساوي أكثر من رقم معلوماتكم البنكية، الناس يستغلها أكثر. فامشوا بالخطوات، إذا صادفتكم أي مشكلة تواصل مع مركز الاتصال 800-342، قولوا عندي مشكلة معينة، مثلا الـ OTP هذا ما يوصلني على المسجات، يقول لي مثلا غلط أو أيا كان، فمركز الاتصال بيساعدكم، وإذا ما صار بيوجهكم للمركز الصحي. المهم أنتوا حين حليتوا موضوع أنكم تسجلون في التطبيق، أريد أقول مثل حالة أي تطبيق ثاني، يوزر نيم باسورد، تمشوا بالخطوات. ممكن تضيفون كل أفراد الأسرة، يعني الأب يضيف الأم والعيال، الأم تضيف الأب والعيال في التطبيق عشان تتابعون مواعيدهم، تتابعون أدويتهم، نتائج التحاليل، كل شيء موجود في تطبيق هيئة الصحة باسم التطبيق DHA. تدخلون على جوجل بلاي أو أب ستور وتنزلون تطبيق DHA. دخلتوا فيه، أول ما تدخلون التطبيق تنزلون تحت، إذا حركتوا شوي في مربعات كذي خضراء حركتوا إلى اليسار بتلاقون مكتوب خدمة التطبيب عن بعد أو تيلي ميديسن، تضغطون عليه بيتيكم شو شروط وأحكام، تضغطون عليها بيطلع لكم كل الأطباء اللي موجودين في خدمة طبيب لكل مواطن، وكل اسم كل دكتور بتلاقون علامة الكالندر أو التقويم، تضغطون عليها بيطلع لكم جدول الطبيب كامل، أي يوم هو موجود، صبح أو مساء موجود، ترمون تحجزون بكل أريحية وانتو ياسين في بيتكم، في مكتبكم، في الكوفي شوب تحجزون، وحتى الاستشارة ترمون تحصلونها من أي مكان، بس دائما حننصح يكون في مكان فيه شوية خصوصية، يعني مثلا ما يكون مثلا مطعم أو كوفي شوب، لأن الطبيب ممكن يسألك بعض الأسئلة اللي أنت تجاوب عليها بخصوص حالتك الصحية وغيرها، فعشان تعرفوا ما يكون في إزعاج وأيضا حفاظا على خصوصيتكم. ضروري جدا، في نقطة بعض الناس ما تنتبه لها لما تحجز خدمة طبيب لكل مواطن، أن أنت 10 دقائق على الأقل خلينا نقول قبل وقت الموعد اللي انت حجزته، وبالعادة تحصل الموعد ترى في نفس اليوم، إذا الصبح دخلت على التطبيق تلاقي في نفس اليوم الموعد موجود، إذا ما حصلت عند دكتور معين اطلع وادخل على الدكاترة الثانية، بتلاقي ما شاء الله كادر ضخم موجود، ففي أكثر من طبيب. شو كنت أقولكم عن الموضوع؟ 10 دقائق قبل الموعد، مثلا موعدي أنا الساعة 12 في خدمة طبيب لكل مواطن أو التطبيب عن بعد، الساعة 11:50 لازم أفتح تطبيق هيئة الصحة، بلاقي الموعد موجود، أو ما تفتح التطبيق في الصفحة الرئيسية بيكون اسمي مثلا ندى الملا موعد طبيب لكل مواطن الساعة 12، لازم تدق على هذا الموعد وتدخل غرفة الدردشة اللي بيكون عن طريقها الاستشارة 10 دقائق. في ناس تريا تقول دكتور ما دخل ما فتح الكاميرا، الدكتور ما بيفتح لك الكاميرا إذا أنت ما دخلت التطبيق، وترى الأطباء في خدمة الطبيب لكل مواطن إذا شافوا أنت ما دخلت راح يتواصلون معاك يقولون لك افتح تطبيق هيئة الصحة واضغط على رابط الموعد مالك عشان تدخل على غرفة الدردشة عشان الدكتور يقدر يبتدي معاك الاستشارة الصحية. خدمة الطبيب لكل مواطن ترمون تستخدمونها لجميع الحالات الصحية ما عدا الطارئة، يعني شو؟ عندك صداع، ألم في العين، جفاف في العين، ألم في الظهر، ألم مفاصل، نتائج تحاليل، تبى تطلب تحاليل، تبى تطلب أدوية، نتائج أشعة، يعني خلينا نقول 80% من الحالات اللي ترد إلى عيادات هيئة الصحة بدبي بكل سهولة ممكن تتحول لخدمة طبيب لكل مواطن، يوفر لكم الوقت بدل ما تطلعون البترول غالي الحين، تطقون بترول سيارة من بيتكم للعيادة ودور باركينج وتدفع للباركينج وانزل وتريا لما تتسجل، كل هذا تسويه وانت قاعد مرتاح في بيتك او في مكتبك من غير ما تتحرك من مكانك، توصلك الخدمة لين عندك، وحتى الأدوية ممكن تصل اليك الى بيتك وين ما تحب عن طريق خدمة دواي. فما شاء الله هيئة الصحة ما قصرت، وفرت لنا الخدمة ان احنا نحصل على الاستشارة الطبية عن بعد بكل أريحية. فاحنا وصلنا لختام برنامجكم، برنامج صحة وسعادة لليوم، محدثتكم اليوم كانت دكتورة ندى الملا، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الإذاعية، المخرج كان معي وائل قواسمة، ان شاء الله، وشكر كبير لل
منو معك كان في التنسيق اليوم يا وائل؟ ميرا؟ ميرا الغفلي كانت معي اليوم في التنسيق، وشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي اللي يعدون فقرات برنامج صحة وسعادة كل يوم، يرتبون مع الضيوف والأسئلة وغيرها، يعطيهم ألف عافية هذه الجنود المجهولين خلف الشاشة. أنا إلى أن ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأثنين أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.